وانا مضايقاك قوي كده عشان كده بتكت مني. لا ازاي بقى ما تقوليش كده. والله انا اسف بس انا مش عارف ادي لحضرتك المشاعر اللي انت مستنيها مني بصراحه. اهو ارخم حاجه في كل اللي بتقوله ده كلمه حضرتك، بس ان جيت للحق انا عذراك. ما انا كمان برضو عمري ما تخيلتك وانت شحط كده، كنت دايما بتخيلك وانت عيل صغير لسه على رجلي. بس خلاص انا مش طماع، مش مهم تناديني خالص، وانا كفايه عليا ان انا شايفك قصادي كده، ولا مهم حتى انت حاسس جواك من ناحيتي بايه، مش مهم. انا بس عايزك تفضل قصاد عيني كده لحد ما اموت. انا كدابه بقى على فكره. عاوزه كل حاجه، عاوزك تحبني، وكل ما تشوفني تيجي تترمي في حضني وتبوسني وتقول لي ياما. ما هو مش سنه ولا سنتين، دول 19 سنه يا عبد جواد. اهدي بس، والله العظيم هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس اديني وقت، حبه وقت بس مش اكتر. والله انت شايفه انا الدنيا ملخبطه معايا خالص، انا مش مجمع ان انا واقف قدامك ولا كل اللي حصل ده. والله العظيم انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس هطلب منك طلب. والنبي بلاش عبد الجواد دي، والله العظيم انا عبد الجواد دي بالنسبه لي عامله زي كلمه حضرتك كده بالنسبه لك. احسن برضو، انا اصلا اولا ما كنتش عايزه اسميك عبد الجواد، ده ابوك وستك هما اللي صمموا، لكن انا كان نفسي اسميك على اسم جدي ابوامي. كان اسمه ايه؟ عزوز. عزوز. احنا نحمد ربنا على عبد الجواد. دمك خفيف زي بالظبط. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.